تفكر يملأ الضرر جهود الوطن الأمض والحر الشر وتكر بغي المنكر يكر علق منهر وكونوا في مضي يزف الفر بالفر من الجو فقصفر وزحف يملأ البر جهود الوطن الحر أمض والحر الشر ودق البغي ذكر يكر علق منهر وكونوا في مضي يزف الفر بالفر من الجو فقصفر وزحف يملأ البر. حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء من الحملة اليومية التي تقيمها قناة وصال الفضائية عن عاصفة الحزم، ونحن في هذا اللقاء نحاول أن نتتبع ما كتب عن هذه العاصفة من الكتاب الأحوازيين والكتاب المراسلين للقضية الأحوازية، وأيضا لدينا العديد من المشاركات مع الأحوازيين ليبينوا رأيهم حول عاصفة الحزم. كذلك لدينا تقرير يبين تعاطف أهل الأحواز مع عاصفة الحزم. أيضا سوف يكون هناك إن شاء الله في نهاية اللقاء إن تيسرت مداخلة مع متحدث الرسمي لجيش العدل البلوشي ليبين موقفه وموقف جيش العدل البلوشي من عاصفة الحزم. لعل يعني من أبرز ما كتب في وسائل الإعلام عن هذه القضية هو ما قاله داود البصري، يقول لعل أهم ما تمخضت عنه عاصفة الحزم من نتائج مباشرة هو تجاوب شعوب الشرق واستجابتها لنداء خادم الحرمين الشريفين وملك العرب، وقد كان تجاوبا ملفتا للنظر وانعكس بشكل واضح من خلال الفرحة العامرة والابتهاج الكبير الذي حط رحاله في إقليم الأحواز العربي المحتل وهو يقترب من إحياء الذكرى 90 لاحتلال إيران في 25 أبريل عام 1925 ميلادي وإسقاط إمارة المحمرة العربية واعتقال ثم قتل أميرها الشيخ خزعل ابن جابر الكعبي وفرض الإيرانيين لاستعمار استيطاني هو الأبشع والأشد وحشية في العالم. هذا ما عبر به الكاتب العراقي المتضامن دائما مع القضية الأحوازية الأستاذ داود البصري. أيضا مما كتب: الشعب العربي الأحوازي الذي يخوض ثورة هي الأقدس في مسيرات ثورات الشرق في ظل تجاهل دولي وإقليمي هم اليوم بتأييدهم وفرحهم بعاصفة الحزم يعبرون عن قناعتهم الكاملة والصريحة بانتمائهم العربي الأصيل بتحدي سطوة الاحتلال. هذا ما عبر عنه أيضا الكاتب العراقي داود البصري. أيضا من يعني ضمن الكتابات الجميلة عن تضامن الأحوازيين مع عاصفة الحزم ما قيل: الأحوازيون الذين خرجوا بشجاعة وإباء رغم وحشية السلطة في تأييد عاصفة الحزم ينتظرون الدعم المباشر من أشقائهم العرب ومن الجامعة العربية عبر الاعتراف بهم وتخصيص مقعد رسمي في جامعة الدول العربية للأحواز العربية المحتلة. أيضا مما كتب: الأحواز أكبر سلاح عربي مهمل في مقاومة الغطرسة والتوحش الإيراني، والعالم العربي بعد عاصفة الحزم لن يكون كما كان قبلها أبدا. إنها لحظات حاسمة في تقرير مصير الشعوب الحرة في الشرق الجديد. وشكرا لداود البصري على هذه المقالة الجميلة. أيضا مما كتب: الحراك العسكري المباشر الذي لبى طلب الدولة اليمنية من الجامعة العربية للتدخل لإنقاذها من الميليشيات الحوثية تزامن مع حراك وغضب في الأحواز لتصب هذه التحركات حتى وإن لم تكن منسقا لها من قبل،
تصب في خندق واحد لمواجهة التمدد الإيراني المخرب والهدام في الدول العربية. هذا مما قاله الكاتب عادل الطائي. أيضا ذكر الحراك الأحوازي يهدف إلى التالي: أولا، الضغط على السلطة الإيرانية من خلال الرفض الشعبي العام لسياسات طهران الوحشية في الأحواز وفي كافة البلدان التي تتواجد فيها إيران. ثانيا، العمل مع الشعوب غير الفارسية ضد سلطة الملالي لفضح انتهاكاتها ضد الشعوب القاطنة في جغرافية إيران السياسية. هذا ما ذكره أيضا الكاتب عادل الطائي. مما كتب أيضا: بدون أدنى شك كل هذه الأحداث في المنطقة تصب في مصلحة الأمن القومي للدول العربية، فالحراك الداخلي للشعوب غير الفارسية تعطي ثمارا إيجابية تخدم هذه الشعوب أولا، وثانيا هي في صف واحد ضد التمدد الإيراني في الوطن العربي. أيضا مما كتب عن هذا الموضوع يتساءل الكاتب عادل الطائي فيقول: السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المخاض، هل ترسل عاصفة الحزم بعضا من رمالها لتحرك كتلة بشرية كبيرة في الداخل الإيراني لتهز غطرسة إيران تجاه العرب؟ هذا هو ما تساءل به الكاتب عادل الطائي من خلال مقالته. هناك العديد من المتابعات وأيضا التغطيات لعاصفة الحزم، والجميع تفاعل مع قضية الأحواز بشكل كبير، وأيضا كلهم يقولون نريد أن تهب رمال عاصفة الحزم إلى الأحواز، ونحن نريد كذلك، ولكن الطريق طويل، وبإذن الله حينما تنتهي في اليمن تتجه إلى العراق، ومن العراق تكون الانطلاقة بإذن الله عز وجل، كما حصل هذا في فتح الإسلام لبلاد فارس أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي فتح بلاد الأحواز وأيضا بلاد فارس. نسأل الله أن تتكرر هذه الفتوحات بمشيئة الله عز وجل، وهذا ليس على الله بعزيز. ينضم إلينا أحد الأحوازيين المناصرين للقضية الأحوازية لنعرف عن موقفه تجاه عاصفة الحزم، الشيخ الكبير عبد الحميد النزاري. حياكم الله يا والد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحيي أهلنا في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وولي عهده وولي عهده، ونحيي الشاب الشهم محمد بن سلمان خالد العرب سيف الله المسلول، ونقول لهم: شعبنا العربي الأحوازي يتفاعل مع القرار الحكيم لعاصفة الحزم المباركة، عاصفة العزة والكرامة الذي أطلقت صدورنا، ونحيي الملك سلمان قائد الأمة الإسلامية وحامل لواء التحرير من اليمن السعيد، من براثن الحوثيين أذناب الفرس الطروادة لإيران، حصان الطروادة للفرس المجوس. ونحن جاهزون للدفاع عن المملكة العربية إذا تطلب الأمر. وفي المناسبة نحن الأحوازيون زدنا في الضغوط على أعداء الأمة الإسلامية
عساكر إيران الباسيج، حيث حرقنا مراكزهم في الخفاجية والمحمرة والحويزة والسوس والخلفية، وآخر وليس آخرة الحميدية اليوم. ما الذي حصل اليوم؟ اليوم سوارنا داهموا مركز للباسيج قوات الحرس الثوري، وقتلوا منهم مجموعة كبيرة من ضمنهم 4 ضباط والجرحى إن شاء الله كثيرين. نعم، من خلال تواصلك شيخ عبد الحميد. نعم تفضل. من خلال تواصلك مع يعني الأحوازيين في الداخل، هل وجدت بأن هناك تضامن مع العاصفة أم أن هناك البعض يعني لا يؤيد هذه العاصفة؟ في محلها أطلقت صدورنا وعلم تفاعلنا معها، وطلع الشباب تحدوا الفرس المجوس بهذه الهوسات اليدات العربية. ونحيي الملك سلمان القائد الشجاع على قرار الأمين المكين. نقول لكم سيروا قدما ونحن معكم، نحن في الأمام سيوف مشرعة، ونعمل من المسيرة إن شاء الله تحرير بعد اليمن، سوريا الحبيبة، والجزر الإماراتية الثلاثة، والأحواز المحتلة، وفلسطين، وتحرير آخر شبر من الأراضي العربية المحتلة. ونحن مية على مية معكم، قلوبنا معكم، وأرواحنا فداء لكم. نقول لكم سيروا قدما، ونتمنى كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه: يا ريت يا ليت بيننا جبل من نار حتى لا يصلون إلينا ولا نصل إليهم الفرس المجوس العنصريون. نحن مستمرون معكم، نزيد الضغط، لا تنسونا من دعائكم يا رجال. نحيي أهلنا في السعودية، ونحيي الشرفاء في اليمن السعيد، ونحيي كل البلاد العربية الثائرة ضد الظلم والعدوان. وإحنا إن شاء الله سيوف مشرعة بيد سلمان بن عبد العزيز. سيروا قدما ونحن أمامكم، والله أمامكم. نحن تفاعلنا معكم في اللحظة اللي ضربتم فيها، نحن قمنا على العجم، وإن شاء الله الجهاد مستمر حتى آخر شبر من أراضي العرب، وخاصة الجزر الإماراتية الثلاث، وفلسطين على رأس القضية. شدوا حيلكم يا أسماء، يا أهلنا في السعودية، نحن فداء لكم، نحن معكم، والله معكم، والله مع الحق. سيروا قدما. نحيي الشاب الشهم محمد بن سلمان خالد العرب سيف الله المشرع، ونقول له حياك يا محمد، الأحواز يحييك، وكل العرب يحيونك، وكل الشرفاء يحيونك، وإن شاء الله نريدها مستمرة، ما نريد حد اليمن تخلص. بارك الله فيك يا شيخ عبد الحميد. مستمرة. سوريا، العراق، لبنان، فلسطين، الجزر الإماراتية، الأحواز، وآخر دعوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو صوت أحد الذين عمروا في سبيل تحرير الأحواز، الشيخ عبد الحميد النزاري، وهذا هو رأيه عن عاصفة الحزم. وسنعرض لكم بعد قليل تقريرا عن تضامن الأحوازيين مع عاصفة الحزم، ولكن طبعا نحن يعني جميعا نريد أن يكون التحرير لمثل هذه الأراضي، ولكن المشوار طويل، لا نستعجل، يعني أمامنا يعني طريق طويل، لكن لابد أن نكون متكاتفين، أن نوحد الصفوف حتى إذا هبت العاصفة يكون هذا الاتحاد مفيدا لنا في مواجهة أي عدوان من النظام الفارسي. طبعا دائما يعني الدول تذكر بأن لدينا الجزر الإماراتية محتلة من إيران دائما،
من زمان وأنا أسمع هذا في قنوات الإخبارية وأقرأ هذا في صحفنا. قبل الجزر الإماراتية عندنا أرض كبيرة، أرض الأحواز، أرض الأحواز يعني مساحة أرض الأحواز مثل الجزر الإماراتية 3,053 مرة، 3,053 مرة مساحة أرض الأحواز مثل مساحة جزر الإماراتية، يعني 3,053 ضعف، مساحة غير هينة. كما قال الشيخ عبد الله النفيسي بأنها يعني مثل فلسطين 16 مرة، يعني أرض كبيرة. حينما ينبغي أن تتغير لغتنا الإعلامية قبل أن نقول الجزر الإماراتية، هناك أرض الأحواز من أكثر من 90 عام، مساحة هائلة جدا، يعني يمكن مساحة إحدى الجزر الإماراتية 12,000 كيلو وبعضها 8,000 كيلو، ولكن 342,000 كيلو متر مربع هي مساحة أرض الأحواز. فينبغي أن تتغير اللهجة الإعلامية أو التنديد الموجود من الجزر الإماراتية إلى أرض الأحواز. نشاهد وإياكم تقرير قناة وصال عن تضامن الأحوازيين مع عاصفة الحزم. دعم الأحواز لعاصفة الحزم، يحزن لأحزان أشقائه ويفرح لفرحهم ويشيد بانتصاراتهم ويهتم لأمورهم. إنه الشعب العربي الأحوازي. كل العرب أهلي ومضيف العرب رباني. نعم كل العرب أهلي ومضيف العرب رباني، ونبتات العلوم أربات وتشفي عنواني. الشعب الذي حاول المحتل الفارسي أن يفصله عن هويته ويعزله عن محيطه الطبيعي وامتداده العربي، يتضامن مع أشقائه ويشيد بمواقفهم البطولية. فقد أعلن الشعب العربي الأحوازي عن تأييده التام لعملية عاصفة الحزم التي يقوم بها الأشقاء في دول الخليج العربي والتحالف العربي لقطع يد الفرس في اليمن، كما أشادوا بالملك سلمان بن عبد العزيز وقراراته الحكيمة. فعلى إثر سماع خبر البدء بعاصفة الحزم عمت الفرحة الكبيرة الشارع الأحوازي، وانتشر الخبر في أوساط الأحوازيين تتناقله كافة الأطياف، وأعرب الأحوازيون بأشكال متعددة عن مدى سعادتهم بعملية عاصفة الحزم التي تستهدف أذناب الاحتلال الفارسي في اليمن من الحوثيين وأتباعهم. يا عرب وانت جنة يا شام تخاف ظنك، وانت جنة وعلى حقنا انظلمنا، وانت جنة ترى أغبل جهنم، وانت جنة ولا أغبل فرس تحكم عليه. واعتبروها عملا مشروعا لقطع الطريق أمام الفرس وتدخلاتهم في الجزيرة العربية. وأشاد شعراء أحوازيون من خلال قصائدهم وأهازيجهم الشعبية بعاصفة الحزم وبموقف الملك سلمان بن عبد العزيز، واعتبروها نقطة تحول في مواقف الأمة العربية تجاه القضايا العربية العالقة مع الدولة الفارسية ومشروعها التوسعي الطائفي. الأرض الأحواز الحبيبة وملك سلمان السلام اللي وحد أحفاد العروبة بعاصفة حزم العمام، بطائرات المجد حلت فوق حوثية الظلام من شارع قارب للهيبة من شارع قارب. وانتشرت صور ومقاطع فيديو لأحوازيين يرفعون لافتات مكتوب عليها عبارات مؤيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولعملية عاصفة الحزم،
بالإضافة إلى عبارات تطالب القمة العربية المنعقدة بشرم الشيخ باتخاذ موقف لصالح القضية العربية الأحوازية العتيقة. شبان وشابات من الأحواز العربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي طالبوا المملكة العربية السعودية والدول المشاركة معها في عملية عاصفة الحزم بتوسيع نشاطها العسكري ليشمل مناطق عربية أخرى، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فقد طالبوا التحالف بتوجيه ضربات إلى الميليشيات الموالية للدولة الفارسية في العراق ولبنان وسوريا، كما طالبوا بتقديم الدعم الكافي للشعب العربي الأحوازي الذي يناضل من أجل طرد الاحتلال الفارسي ونيل حريته. رغم الاحتلال وقمعه المستمر ومحاولات نسف الهوية العربية عن شباب الأحواز وأجياله خلال 9 عقود، إلا أن الشعب الأحوازي يتفاعل مع قضايا الأمة ويؤيد مواقفها وقراراتها المصيرية، ولا سيما القرارات التي تدافع عن الحق العربي وتتحدى الاحتلال ومشروعه الطائفي العنصري. أهلا وسهلا بكم من جديد، وأهلا بعضو المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز الأستاذ عيسى الفاخر. حياكم الله أستاذ عيسى. حياك الله، أهلا بك شيخ عبد الله وبقناة الصوت الموقرة. البعض يشكك في تضامن الأحوازيين ويقول بأنهم فئة قليلة تم تسليط الكاميرات عليهم للتضامن فقط. طبعا هذه دائما هنالك من يأتي ويشكك بهذه الأمور، ولكن نحن لا نهتم بهذه الأمور طالما الآن يعني مثلا المقاطع التي وصلت وأثبتت كيف المواطن الأحوازي يهتم بعاصفة العزل واعتبرها على أنها أمل للأمة العربية وأمل للأمة الإسلامية وبالأخص أمل للشعب العربي الأحوازي. وأنا الآن أكلمك شيخ عبد الله، قبل دقائق وصلتنا صور رافعين العلم الأحوازي ويطالبون المملكة العربية السعودية والدول المشاركة بعاصفة الحزم بالتدخل المباشر ودعم القضية الأحوازية بالإضافة إلى قضايا الأمة العربية الأخرى. نعم، هذه كل الأمور يعني قبل قليل بدأت تصل إلينا، إذن لا يحق لأحد أن يشكك في هذا الأمر إطلاقا. يعني فحوى أو محتوى مثل هذه الرسائل، طبعا هذه الرسائل هم يطالبون المملكة العربية السعودية بالأخص على أن تقوم بدعم القضية الأحوازية دعما كاملا، دعما اقتصاديا إعلاميا وعسكريا، يطالبونها أيضا يطالبونها باتخاذات مواقف صارمة تجاه كافة تدخلات الدولة الفارسية في شؤون الأمتين الإسلامية والعربية، خاصة بعدما وصل الأمر الدول العربية أصبحت في خط المواجهة في خط الحرب مع دولة الاحتلال الفارسي. إذن لا يمكن تحاشي هذه التدخلات، لا يمكن أن نتجاهل تدخلاتها التي وصلت إلى أبعد الحدود. إذن اليوم حان وقت اتخاذ المواقف الصارمة، المواقف الإيجابية التي تحد من تدخلاتها، ولا يمكن الحد من تدخلات الدولة الفارسية إلا بدعم القضية الأحوازية وتبنيها تبني رسمي، وأيضا طرح مشروع يدعم القضية الأحوازية عن طريق المجتمع الدولي أو إعطائها كرسي داخل الجامعة العربية أو الدول مجلس التعاون الخليجي. نعم، الصور وصلت لي الآن قبل قليل أستاذ عيسى وأرسلتها للشاف الكنترول، سنعرضها إن شاء الله يعني حتى يتوافق مع كلامك، لأن حتى لا يزايد أحد هي المطالبات يعني بشكل كبير، وسنعرضها الآن إن شاء الله يعني أثناء الحديث معك ليتضح للناس يعني هذه المطالبات. عموما أستاذ عيسى، أنت متابع لوسائل الإعلام الإيرانية، هل هناك بالفعل خلط في قضية أنه أن مثلا قوى التحالف تستهدف المدنيين وتستهدف الأحياء السكنية ويعرضون الصور يعني كما حصل في بعض القنوات العربية التابعة لإيران، يقولون هذه من اليمن وهذه الصور
من فعلها من الميليشيات الإيرانية داخل سوريا، هل هذا موجود في وسائل الإعلام الفارسية؟ طبعا الآن كافة وسائل الإعلام الإيرانية صبت زام غضبها الأكثر على المملكة العربية السعودية والدول المتعاونة أو المشاركة معها في عاصفة الحرب. الآن هم يتهمون المملكة العربية السعودية على أنها تقوم بقصف المدنيين، تقوم بقتل الأطفال، ويكتبون من خلال مواقعهم على أن انظروا هذه العملية لا تستهدف نظام وإنما تستهدف المواطنين الأبرياء. طيب هذه الدولة بدلا من هذه الدعاية الكاذبة التي تعودنا على سماعها كثيرا، لماذا لا تتحدث عن ميليشياتها الطائفية التي تعمل داخل العراق والتي اليوم إضافة إلى قتل المدنيين بدأت حتى تقتل بمواشيهم مثلا في محافظة الأنبار والمحافظات الأخرى؟ إذن لماذا لا يتحدثون عن هذه الجرائم؟ ولكن هم يغضون النظر عن ميليشياتهم الطائفية ويرفضون عملية عاصفة الحزب التي تريد أن تحد من تدخلاتهم وتحد من ميليشيا الحوثيين المرتزقة التي اليوم وصلت إلى الحدود السعودية وتحاول أن تتدخل داخل المملكة العربية السعودية. أصلاً هناك بعض المواقع الإيرانية اليوم تكتب حول التهديد والوعيد التي تهدد المملكة العربية السعودية على أنها لن تسكت أبداً وأن هنالك من ينتظر أوامر خامنئي. هذه تهديداتهم، إذن لا يمكن الحد منهم إلا بالقضية الحوازية وبدعم كافة الشعوب الغير فارسية التي تناضل من أجل الوصول إلى حقوقها المشروعة. نعم، نستعرض الآن الصور معي أستاذ عيسى، يعني لعل ما أدري هذه الصور هي التي وصلتك، سأعرضها لك الآن ووصلتني أنا قبل قليل أيضا، مكتوب القوة المشاركة في عاصفة الحزم لا تنسى الأحواز، هل هذه الصور التي وصلتك؟ طبعا أنا أتابع عن طريق الإنترنت ويبدو التصوير يأتي متأخرا. أي نعم، يعني هذه الصورة وصلتني يعني قبل قليل، أيضا في صورة أخرى نطالب الملك سلمان بدعم القضية هذه الصور طبعا وصلتنا، ولكن الآن في صور أخرى جديدة. أي نعم، نتمنى أن ترسلها لنا الأستاذ عيسى حتى نتمكن أن نعرضها في نهاية هذا اللقاء، يعني ترسلها لي بعد قليل. عموما أستاذ عيسى عبر العنوان المشترك بيننا إن شاء الله. طيب لا بأس. الأستاذ عيسى الآن علي البخيتي العضو السياسي ل يعني التابع الحوثي قال في صفحته عبر الفيسبوك بهذه لعنة الله عليكم، يقصد يعني يعني أنصار الحوثي وأنصاره ومن شوه الحقائق، يقول لا تأتون بصور من سوريا والعراق وتقولون أنها باليمن، ما هذا الكذب، ما هذه الفضائح؟ هكذا قال علي البخيتي في على صفحتي عبر الفيسبوك، يعني هم أنفسهم بعضهم يكذبوا بعض. بكل تأكيد هم دائما يعني من خلال تصريحاتهم هنالك تناقض تجد بينهم، هنالك تناقض في تصريحاتهم، هذا يكذب وهذا يصرح ويقول هذا الأمر صحيح، ولكن علي البخيتي معروف بتصريحاته هذا. تذكر يا عيسى تذكر زيارته إلى الأحواز؟ نعم علي البخيتي تذكر زيارته إلى الأحواز عام 2012. جاء إلى الأحواز ليدعم مشروعه الطائفي، وربما كان مع الميليشيات التابعة له يتجول في المعسكرات التابعة للدولة الفارسية في مدينة الحميدية وبالقرب. نعم صحيح. من مدينة شيبان والمدن الأحوازية الأخرى. نعم ظهر حتى يعني وهو يقبل صور خامنئي، وظهر ومعه مبالغ إيرانية في يده، يعني أنني عميل متمكن الآن في إيران، وذهب إلى أراضي الأحوازية وزار الجامعات من أجل يعني مقاومة كما يقولون بالوهابية، لأنه كان سلفي ثم كان اشتراكي وأصبح الآن موالي لإيران، كان له جولات وأنتم من قام بفضحه أثناء جولته داخل أرض الأحواز. بكل تأكيد هو حينما جاء إلى الأحواز طبعا بدعم من المخابرات الفارسية بدأ يتجول في العديد من المدن الأحوازية،
تارة يذهب إلى أحد المخابز الأحوازية، تارة يذهب إلى السوق ويتحدث حول أن الأحوازيين يعيشون بنعيم، في حين هو لم يذهب إلى ضواحي المدن ليشاهد ماذا كيف يتم التعامل مع المواطن الأحوازي، إنما يذهب إلى الأحياء الاستيطانية داخل مدينة الأحواز أو المدن الأحوازية الأخرى. نعم، عموما هو انكشف البخيتي وغيره من العملاء سينكشفون، يعني هذه المراحل التي خاضها أهل الإسلام مع إيران هي حقيقة كشفت الكثير من الأقلعة، سواء كان في لبنان، في سوريا، في العراق، الآن في اليمن، وأكيد بأن هناك أشياء كثيرة لم تعرف داخل أرض الأحواز. هل توافقني؟ نعم أفق الرأي بكل تأكيد في هذا الأمر. يعني طبعا هذا البخيتي وغيرهم انكشفوا أمام كافة الشعوب العربية وكافة خاصة مثلا البخيتي انكشف أمام الشعب اليمني. نعم، طيب أخيرا الجناح العسكري لحركة النضال هل تعد بشيء يعني ضد القوات الفارسية مواكبة لعاصفة الحزم، أم أن هذه تعتبر أسرار وأثناء العملية سوف يفصح عن ما يحصل؟ طبعا هذه الأمور تبقى سرية، ولكن كما وعد رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز الأخ المناضل حبيب جبر في تصريح له لإحدى الصحف السعودية قال نحن الآن نقوم بدعم وب يعني نقوم بتقوية الجناح العسكري للحركة، وإن شاء الله في المستقبل القريب ستكون هنالك مفاجآت لدينا على الساحة الداخلية ستغيظ العدو الفارسي وكل المتربصين الذين يقفون إلى جانبي. الأستاذ عيسى الفاخر عضو المكتب الإعلامي لحركة النضال، أشكرك شكرا جزيلا. هذه هي مشاعر أهل الأحواز والمناضلين الذين في الخارج دائما يقفون مع قضايا المسلمين في أي مكان، سواء كان عاصفة الحزم أو غيرها، وهم الصوت الذي ينبغي أن يكون أمام العالم من أجل تحرير قضيتهم. الآن أعرض لكم متابعي الكرام نشيد بعنوان إلى الأحواز، النشيد هذا من كلمات نبيل الحجيلي وإنشاد الأستاذ أبو رهف وإلقاء الأستاذ ساعد الغامدي، وأشكر من تواصل معي ونسق لإخراج هذا النشيد الأستاذ المعروف بملك النشيد أبو سلمان. نشاهد. الليل يحضن لوعة المشتاق، والبدر يرسم لوحة الأشواق، والنجم ينثر بين أطياف الدجى آمالنا من ثغره البراق، والشمس ترقب واليقين أنيسها، فلأمتي وعد مع الإشراق، أمجادنا تبقى وإنا أمة نرقى إلى الأمجاد بالأخلاق، بالآي والتبيان شد وثاقنا لا نرتضي بدلا بغير وثاق، أحوازنا عربية وأبية تأبى العدا ومطامع السراق، هي في ربى الإسلام أنعم زهرة بيضاء. الليل يحضن لوعة المشتاق، والبدر يرسم لوحة الأشواق، والنجم ينثر بين أطياف الدجى أمالنا من ثغره البراق، والشمس ترقب واليقين أنيسها، فلأمتي وعد مع الإشراق، أمجادنا تبقى وإنا أمة نرقى إلى الأمجاد بالأخلاق، بالآي والتبيان شد وثاقنا لا نرتضي بدلا بخير وثاق، أحوازنا عربية وأبية تأبى العدا ومطامع السراق، هي في ربى الإسلام أنعم زهرة بيضاء وهي مواطن الأرزاق،
قد طال طال بقاؤها في غمرة بين السواد وظلمة الأحداق. أنا الأوان بأن يعانق نبضها قلب الأبي المؤمن الخفاق. تسير ترفل في رحاب أخوة خفاقة بالعز نحو خلاقي. أحوازنا عربية سنية وكذا ربيع شامنا وعراقي. وعد من الله العزيز بنصره للمؤمنين ولا تحين فراقي. إنا وإن طال الزمان جماعة سنخضب الأسياف بالأعناق حتى يرى شرع الحكيم مكرما ويذل كل مكذب أفاقي. أحفاد أذناب المجوس وحفنة موهومة منبوذة الأعراق. الله مولانا ولا مولى لهم وغدا يذوق من العذاب الساقي. الليل يحضن لوعة المشتاق والبدو يرسم لوحة الأشواق. الليل يحضن لوعة المشتاق قد طال طال بقاؤها في غمرة بين السواد وظلمة الأحداق. آن الأوان بأن يعانق نبضها قلب الأبي المؤمن الخفاق. فتسير ترفل في رحاب أخوة خفاقة بالعز نحو خلاقي. أحوازنا عربية سنية وكذا ربيع شآمنا وعراقي. وعد من الله العزيز بنصره للمؤمنين ولا تحين فراقي. إنا وإن طال الزمان جماعة سنخضب الأسياف بالأعناق حتى يرى شرع الحكيم مكرما ويذل كل مكذب أفاقي. أحفاد أذناب المجوس وحفنة موهومة منبوذة الأعراق. الله مولانا ولا مولى لهم وغدا يذوق من العذاب الساقي. الليل يحضن لوعة المشتاق والبدر يرسم لوحة الأشواق. أهلا وسهلا بكم وأهلا باتصالاتكم ومشاركاتكم حول عاصفة الحزم. ونتمنى أن تكون المشاركات مختصرة ومركزة حتى نستغل العشر دقائق القادمة فيما يفيد هذه العاصفة. ونحن على انتظار مداخلة عضو المكتب الإعلامي لجيش العدل البلوشي من أجل التصريح حول تضامن جيش العدل مع عاصفة الحزم، لكن يبدو أنه الآن في منطقة غير آمنة، ولذلك هو يبحث عن منطقة آمنة حتى يتم الاتصال به. عموما إن لم يتيسر في هذا اللقاء فسيكون هناك إن شاء الله لقاءات قادمة مع لنأخذ رأي جيش العدل عن عاصفة الحزم. يعني دائما يعني هناك الكثير من الذين ينطقون بالعربية والذين لا ينطقون بالعربية من المسلمين هم الحق أينما كان، سواء كان عاصفة الحزم أو غيرها. يعني في 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 الثورة الخمينية يعني الناس تعاطفوا مع إيران بسبب أنها رفعت شعار الإسلام، ومع ذلك اكتشف الناس في الأخير بأن إيران هي ضد الإسلام. فالناس بعواطفهم متجهين ويدعمون إلى نصرة الإسلام في أي بلد، كيف لا وبلاد الحرمين الشريفين هي قبلة المسلمين، وما يضر بلاد الحرمين هو ضرر على بلاد المسلمين. لنتخيل لو حصل شيء في بيت الله الحرام، لو حصل احتلال من هؤلاء المجوس، هل من يخطب في منابر الحرمين فلان الفلاني المعمم الذي يقول بتحريف القرآن أو يلعن الصحابة
أو يسب أمهات المؤمنين أو يرى بولاية الفقيه ويمجد الخميني أو خامنئي من على منابر الحرمين الشريفين؟ هل يتخيل هذا؟ لا بد بأن يكون لدينا وقفة للمسلمين. نحن لا ندافع عن السعودية لأنها السعودية فقط، نحن ندافع عن الإسلام، ندافع عن بلاد الحرمين. هؤلاء كما نطق بها أتباعهم لا يريدون إلا مكة والمدينة، ونطق بذلك الهالك الذي كان العراقي وكذلك اليمني قبل شهرين وهلكوا بفضل الله عز وجل. عموما نأخذ اتصالاتكم الآن. معي فهد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحي القيمين على القناة والمتابعين، وحي أصحاب العقيدة وأهل الكتاب والسنة جميعا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وبيض الله وجيهكم وعلى الجهود اللي تقومون فيها. والله الذي لا إله إلا هو، أقسم بالله أني أنا مقابل أحوازي بدولة الكويت عندها محل وقد كلمتك عنه، يقول والله حتى المصحف أنهم يترجمونه إلى الفارسية، شيء حرف عربي ما يبونه، اسم عربي ما يبونه. والله يمكلمني وإني جالس ببسط المحل حقه، وإني جالس يناقشني، والله لا أعرف ولا يعرفني. الله مني دخلت المحل بشتري شوي مشتروات من عنده، وإنه حتى يقول إن بنته إنهم ماخذينها عشانها ما أدري عمرها 4 سنوات، وأنا قد وصلت لك الرسالة دي من قبل. نعم صحيح، على الذاكرة. والله أقسم بالله أن يعني أنا أقول يمكن تقريبا 70% من أهل الأحواز مع عصبة الحزم، أما 30% منهم هذولا ناس مضللين، وهذولا أصحاب العمايم والفرس لهم خير، ها ما هم ما عندهم اللي يخلون العرب شيعة العرب يضربون بالعرب، العرب بالعرب. جزاك الله خير، جزاك الله خير أخي فهد، وشكرا لك على مداخلتك. معي عبد الوهاب من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي نشكر السعودية بلاد التوحيد على هذه الوقفة، وقفة مع أهل السنة ضد إيران المجوس، ونحن شعب الجزائر، ولو أن الحكومة الجزائرية لم تقف مع هذه عاصفة الحزم، نحن الشعب متعاطفين، والله نود لو أننا كنا جنود في هذه المعركة. الله أكبر. ولكن ما باليد حيلة كما يقول. جزاكم الله خير، وهذا صوتك وصوت الشعب يكفي عن صوت الدولة. والله إيران هذه ما بدها شيء، بدها سوى هدم الدين من الكامل، انتقاما لسيدنا عمر رضي الله عنه لما فتح بلد فارس وقضى على الإمبراطورية الفارسية. نحن مع السعودية ومع بلاد السنة وبلاد التوحيد، يعني أكثر من 99% الشعب الجزائري مع هذه الوقفة. ما شاء الله. والله إن شاء الله ربي إجازة السعودية، وإن شاء الله ربي ينصر أهل السنة على هؤلاء البغاة. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك. طبعا المتابع لا يظن بأن هذا يعتبر شعار، هذا هو اسم للمسلمين، هذه العاصفة باسم المسلمين، كما سمعنا بغزوة بدر، بالقادسية، بالخندق، ب فتوحات كثيرة لبلاد المسلمين. هذا هو شعار، ليس شعار سعودي فقط، هو شعار المسلمين كلهم بهذه العاصفة أمام هذا المد الإيراني المجوسي الذي حاول أن يعبث في البلاد، أولها الأحواز، ثم البلوش، ثم التركمان، ثم الأكراد، ثم بعد ذلك اجتاح لبنان، ثم اجتاح العراق، ثم سوريا، وها هو الآن يعبث في اليمن. لابد من هذه العاصفة. انتهى الأمر، ليس وراء هذا الصمت وليس وراء هذا التمدد إلا عاصفة تعصف بهؤلاء المجوس، وهذه العاصفة ستؤثر عليهم بإذن الله عز وجل حتى
في الداخل الإيراني سوف يتأثرون منها بإذن الله عز وجل، ونتائجها تلوح في الأفق بإذن الله بأنها النصر بمشيئة الله. أنيس من اليمن، أهلا بأنيس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا فضيلة الشيخ؟ حياك الله، معك عبد الله، الله يحييك. حياك الله. طيب كيف حالك؟ أهلا وسهلا. والله إحنا نشكر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ونشكر. السلام عليكم. معك يا أنيس. كيف الحال يا فضيلة الشيخ؟ شكر الله لكم، وهذه من عاداتكم يا أهل اليمن. حياك الله، نشكرك الشكر الجزيل، ونشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ونشكر القيادة السعودية كاملا شعبا وحكومة. بارك الله فيك وشكر الله لك. يا ليت أنك إذا اتصلت مرة أخرى تسمعني من الهاتف فقط، لأنك الآن تسمعني من الهاتف وتسمعني من التلفاز فيتردد الصوت. المداخلة القادمة نتمنى أن تغلق صوت التلفاز. خالد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا خالد. أخوي أنا أتصل فيكم، أبغى أتكلم عن موضوع هذا اللي عاطفة الحزم. أنا نبغى نقول حاجة، مع أني أنا واحد من أفراد الشعب السعودي، يبغون قلب واحد، ومهما كان ومهما صار والله يمر هذا البلد هذا اللي فيه دماءنا وبأولادنا وأموالنا. آمين. لأني أنا جد أتكلم جيد اللهجة اليمنية وأتكلم معاهم كذا مرة، والله في ناس أكلمهم في اليمن يعني من يشتغلون عندنا هنا وسمعتها، يقول إن الضربة هذه جت قبل سنة. كيف؟ قلنا لا يتمنون أن الضربة هذه ما جت، جت قبل سنة جاي يتمنونها. جميل. وجميع والله العظيم هم تكلم معهم وناسهم وهذا، يقول الله يا ربي يا كريم يطول بعمر الملك سلمان ويجعل نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم آمين. اللهم آمين. ولا متى حنا مقيدين، لا متى حنا واقفين، لا متى حنا ما نسوي شيء. ليش ناقصين؟ ما حد يقول لك مثلا، يقول ما عدنا الحزن لليدين، خلاص بيجونك لين يذبحونك. والحمد لله على كل حال، والحمد لله على كل شيء، والله يكتب اللي فيه خيره وينصرنا وينصر الإسلام والمسلمين ويعزنا في الدنيا ويعز في الآخرة. جزاك الله خير. جزاك الله خير أخوي خالد. سعود، السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير شيخ خالد. شيخ عبد الله طيب. الله يحييك، أهلا وسهلا. بس عندي مداخلة بسيطة. تفضل. عندي مداخلة. اليمنيين الجهة اليمنيين لأنه ينقسمون قسمين، جنوبي وشماليين، جنوبيين وشماليين. فالجنوبيين هو واقفين مع الحزم 100%. أما بالنسبة للشماليين فهم، احنا عندنا بالمدينة أغلب الشماليين وأغلب اليمنيين والله زعلانين. لا 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 لا. ليش؟ لا لا معلش سعود، خلك معي. سعود اسمعني. أنت الآن تقول الأغلب، يعني أنت إذا قابلت اثنين ثلاثة تقول الأغلب. الآن اللي توصلوا معنا والمراسلين عندنا والذين يزودنا بالتقارير من الشمال ومن الجنوب. طيب أنا أقول لك، بس أنا أقول لك الشماليين صدقني. أنا شوف أمس حطيتها عقلات المسيرة كلها شماليين، كلها قبائل وكلها. معليش معليش. كلها سنة. سهبت أنا. يا أستاذ سهبت. أستاذ سعود. يمكن أنت يعني وجدت مجتمع كلهم شماليين ويعني غير مؤيدين لهذه العاصمة أو ضد الجنوبيين، لكن لما تنظر على الواقع الآن المراسلين الصحفيين عبر وسائل التواصل، الشمال والجنوب كلهم متضامنين ضد الحوثي وميليشيات علي عبد الله صالح. هذا هو الواقع وهذا هو المشهور. يا ليت أنك يعني تتابع مواقع التواصل، تتابع القنوات الفضائية، لا تتابع قناة المسيرة. أكيد قناة المسيرة قناة تابعة لإيران وستوضح ما يعني يخدم أهدافها، هذا بالتأكيد. لكن أنت يعني لا تتابع لا وصال ولا المسيرة ولا تتابع القنوات، تابع بنفسك مواقع التواصل وتابع يعني ما يحصل هناك، وستجد بأن الغالبية بنسبة 90% بأن الشماليين والجنوبيين ضد أهداف الحوثي وعلي عبد الله صالح. أنا بقول لك شيء واحد، أنا بقول لك شوف الحين عدن اشتباكات وتدمر، وين الشماليين القبائل
وين الشماليين ولا شو عندك هب وعندك يعني شماليين يعني ما شاء الله قبائل ومسلحين ماشي يعني 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 كأنهم يعني هل شاهدت يعني يا سعود هل تابعت أخبار مساء الأمس يعني من الساعة 1 أو الساعة 2 بالليل تابعت الأخبار؟ أنا تابع الأخبار أول بأول. لا دقيقة الساعة 2 بالليل تابعت الأخبار؟ لا ما تابعته بس طيب. أنا شوف. شوف انطلقت وفود انطلقت وفود من صنعاء إلى عدن لنصرة أهل في عدن، وكان هناك في تنسيق بين الشماليين وبين الجنوبيين عن انطلاق مثل هذه المعسكرات الحوثية ومعسكرات علي صالح لضرب عدن. أنا أحيي كل جنوب اليمن حر على قناة وصال له التحية. أنت انظر اللي مع المخلوع كلهم سنة كلهم سنة وكلهم من الشمال. طيب كم طيب كم تعهد ضيوفنا ضيوفنا هنا يعني لما تكون طيب طيب الشماليين تحييهم عهد 100,000 المخلوع 100,000 100,000 هذه كلهم من الشمال. يا أستاذ سعود كم عدد سكان صنعاء؟ طيب هو تعهد 100,000 كم عدد سكان عمران؟ كم عدد سكان؟ والله يشوف يا الشيخ عبد الله يا أستاذ سعود يا أستاذ أتمنى والله يا أخي عندنا الشماليين ممكن أنا أقول لك في صحفيين وفي يعني من الشماليين يعني قليل ممكن متعاطف يا شيخ الحزم. يا شيخ معد البرنامج عندي في برنامج الأحواز الذي يكون على قناة وصال دائما تواصل معي حتى الآن يعني تواصل معي بالأخبار من الشمال من وسط صنعاء. إي والله أنا ما أقول فيه ناس قليلة لا 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 معلش معلش كيف قليلين يعني إيش الحكم اللي عندك حتى تكون قليلين والكثيرين على مجموعة عندك في المدينة بس أو الذين في قناة المسيرة ها؟ يعني أنت الآن حكمت مع على الذين يطلعون في قناة المسيرة وعلى المجموعة اللي عندك في 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 المدينة من الإخوة اليمنيين بس فقط هذا حكمك. والله شوف حنا الحكم اللي يقول كل واحد ما عقل ويعرف. أنا أقول لك اللي قاموا الحوثي الجنوبيين والله يا أخي شوف عدن وعندك يعني تعز والله أقول لك. أما الشماليين فهم مع المخلوع ومع طيب أنا في نهاية الاتصال هذا يعني أشكرك على المداخلة وعلى يعني هذه يعني الملحوظة، ولكن أفيدك بأن من تعاون مع عدن وأبلغهم بحضور القوات علي صالح والميليشيات الحوثية إلى عدن بأنهم من الشماليين، وأن الشماليين كلهم وأهل الجنوب متضامنين ومتعاضدين وصفا واحدا أمام قوات علي صالح والميليشيات الحوثية. هذا هو الواقع والأيام ستثبت لك ذلك، ويريت أن تتابع مواقعهم وصفحاتهم عبر تويتر والفيسبوك وتتابع يعني بشكل جيد، لا تتابع قناة المسيرة واحدة فقط حتى لا تأخذ. نحن الآن نشتكي من الذين يتابعون من الإيرانيين أو الأحوازيين يتابعون هذه القنوات الإيرانية لأنها تشوه الحقائق، فتأتي أنت وتقول تابعت قناة المسيرة ووجدنا بأن ليس هناك تضامن من الشماليين مع الجنوبيين، هذا غير صحيح، ويعني هذا كلام يحتاج إلى أن تتثبت منه أكثر، والأيام ستثبت ذلك. أم محمد من السعودية. عليكم شيخ عبد الرحمن. أهلا وسهلا حياك الله أم محمد. إيش أخباركم؟ ألف ألف مبروك أولا يعني نعزي أهل أسرة الشهيد العسكري نسأل الله رحمه يعني هو من جنود الوطن نسأل الله أسرته إن شاء الله ربنا يخلفهم في خير من مصيبتهم يا رب يا رب. وثانيا أي واحد أي إنسان مما كان يكون إذا ما أيد الضربة هو خاين نهائيا وغير مسلم، ويجب الكلام ده يكون واضح. والعلماء دورهم بصراحة بطيء أهل السنة إلا يوم الجمعة هذا لا ده تقصير. نحن في حالة حرب، نحن في حالة تحدي، نحن في حالة يعني كل الجهود مفروض تضافر. هذا واحد. ثانيا على كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لازم يعرفوا دي حاجة بين أصلا ما محتاجة لا شرح ولا محتاجة للسياسي ولا غير، حتى الأم حتى البسيط يعرف كل الحقيقة دي. واحد اللي ما ليش ما نعمل زي ما بيعمل الأمريكان اللي ما معانا ضدنا. هذه عظمة الأمة، هذه وقفة، هذه والله أصابنا الإحباط. وأنا تكلمت كثير في هذه القناة يعني بارك الله فيك يا أختي محمد. والله العظيم يوم الخميس يوم الربوع
وصلت لإحباط صراحة، اتصلت عليكم بس الخط قطع. بارك الله فيك يا أخت أم محمد، أنا أشكرك على مداخلاتك ومناصراتك لأهل الإسلام والمسلمين، شكرا لك. معي الآن عضو المكتب الإعلامي لجيش العدل البلوشي الأستاذ أبو يحيى البلوشي، حياكم الله. الله يحييكم ويبقيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخبرت المشاهدين بأنك تبحث عن مكان آمن، والحمد لله إن شاء الله أنك الآن في مكان آمن لتنقل وجهة نظر صوت البلوش عن عاصفة الحزم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، جزاكم الله خير إدارة ومقدمين وعاملين في قناة وصال. بارك الله فيك. بداية أرغب في التكلم قليلا عن حركة جيش العدل، تفضل. لعل أحد المشاهدين لا يعلم ما هو حركة جيش العدل، تفضل. فحركة جيش العدل هي حركة تأسست في بلوشستان قبل سنتين، أكثر من سنتين، ومتجذرة في حقيقة يعني لأكثر من 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين الحمد لله متماسكة ومترابطة رغم الظروف التي مرت بها في الماضي والحاضر، من اعتقال للأمير عبد الملك ريقي، ومن قلة الزاد والعتاد، ومشكلات كثيرة حقيقة. وأقول في عاصفة الحزم أن البيان صدر من حركة جيش العدل، وأيدت هذه العملية ضد الحوثي كما ذكر في البيان الرسمي لحركة جيش العدل. ونحن كحركة إسلامية ناشئة في بلوشستان المضطهدة يعني لا 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 نتصرف إلا بما يملي عليه ضميرنا وديننا. فالحكومات سواء الحكومات العربية أو الإسلامية بشكل عام، نحن لا نتدخل في 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 إطلاق أحكام عليهم أو في تكفيرهم لا سمح الله. وكما كنا في الماضي ننتقد بعض السياسات التي لم تكن لها داعي ضد الحكومة الإيرانية، واليوم يعني نحن نبارك لهذه العملية، و يعني ندعمها وندعم أي عملية تكون ضد الحوثي، لأن الحوثي هو ذراع إيران، هم ذراع إيران في الخليج، وحزب الله ذراع إيران في الشام. فالأذرع هذه قد يتم قطعها، لكن المشكلة لا تزول بضرب هذه الأذرع، ولكن نحمد الله على هذه العملية، ونتمنى أيضا في المستقبل أن يتم التفكير بشكل أفضل من هكذا، لأن الأساس هو إيران والمشكلة التي افتعلتها في الخليج. التفكير في ماذا؟ مثل ماذا يا أستاذ وحيى؟ لا أسمعك شيخ. أقول مثل ماذا ينبغي أن يفكر فيه؟ مثلنا نحن، يعني مثل حركة موجودة في بلوشستان، المفروض أن هذه الحركة تستمر، على هذه الحركة أن تستمر في بلوشستان، لأننا وبالدليل أن مثل هذه الحركات لن تزول بالقوة. فقد تعامل معنا الحكومة الإيرانية بالقوة، ومورس علينا الكثير من الضغوطات في الخارج والداخل، في الخليج وخارج الخليج، ولم تكن هذه سببا في إيقاف أي حركة في بلوشستان، ولكن علينا نحن أن نكون يدا بيد مع هذه الحركات في بلوشستان، في الأحواز، في كردستان، أي حركة تطالب، لأن إيران هي مجموعة شعوب، لا لا لا، هي شعوب محتلة، إيران فقط مدينة أو مدينتين هم الفرس، والباقي شعوب دينهم مختلف عن دينهم، لغتهم مختلفة، وعلى المؤسسات والحكومات أن تتعلم من هذه من من من, من هذه الحركات الصغيرة، وتأخذ درسا، لأن الحكومة الإيرانية هي استهلاك إعلامي، استهلاك غربي. الحكومة الإيرانية لا تملك شيئا من القوة والعتاد التي يمكنها من أن تضرب أي دولة إسلامية أو عربية. نعم. فماذا فعلت بعد عاصفة الحزم؟ لا شيء،
هل جيشت الجيوش؟ هل رأينا قافلاتها أو طيرانها تقصفنا؟ لم نرى سوى تصريحا أو تصريحين وانتهى الأمر. يعني أنت يعني كأنك يعني تقول بأنكم محتاجين إلى إمدادات وإلى تعاون بشكل مباشر حتى يعني تحققوا أهدافكم داخل إيران؟ والله إذا فتح المجال فقط لعدم الضغط على كوادر مقاومة أو كوادر سياسية مناهضة للحكومة الإيرانية فهذا يكفي ويزيد، ولكن إذا فتح الدعم الشعبي فهذا أظنه يكفي. الدعم الشعبي يكفي إذا فتح. هناك ناس متوجسة خائفة لا تريد تدعم، تتمنى الدعم، ترى ما تفعله إيران في دولها، ولكن تصريحات الحكومات تخيف وبعض الحكومات تخيفها، ولكن نتمنى أن السياسات تتغير في المستقبل القريب، سياسات أكثر جرأة ضد إيران. نعم، الأستاذ أبو يحيى البلوشي عضو المكتب الإعلامي لحركة جيش العدل البلوشي، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام، انتهى هذا الجزء من حلقات حملة هذا اليوم عن عاصفة الحزم. نلقاكم إن شاء الله في جزء قادم مع أحد الزملاء للحديث مجددا عن عاصفة الحزم. أشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنود الوطن الحر، انظر انحروا الشر، ودكوا البغي دكوا، دك العلقمة النور، وكونوا في مضي يزف الفر بالفر من الجو تصفر.